السلام عليكم الاخوان مشاهدي وزوار قناه ديماريف ديال الموقع العالمي اليوتيوب. الاخوان قوم الموكب الحاجي الحاج المهدي البشيري ينطلق مباشره الى الجبل الاخضر. اولا غنجي الزياره غيكيت غمزوار ديال القياده ديال مقر القياده ديال القياده ديال الاداره الترابيه. هو الناس غا الجماعه يستقبل فيها رئيس الجماعه ديال المنتخبين اعضاء المكتب المسير. رخونا كنكوا غا الجبل يعني فين يجي الاستقبال النغني يجي الاستقبال غوري ما من تيزي. عمر ما غير هو على خونا وعم وادي دي تلفون خروجنا أقوم الإخوان قيم ساكينة غاك الزيارة يعني الخو مجدو مني غل موكب الحاجي الحاج المهدي البشيري ينطلق إلى الجبل الأخضر. يا شعوما غا الجبل الأخضر أنا نتحول ما أمكن دنار شوي من العادة ثاقذين لأنه توغا معروف بني سيدار ذايس خميس تقبل الحجة جنيغ تودع أنتن الطريقة يا غين تقرخو ذايس وين تموبيل. ولكن نتمنى أنه العادة هي ثاني تنغد قيمة دي مجلس قاندي بني سيدار لما لا مرة الحجة جيت عند زي بني سيدار على الأقل بعدا أس تقريج الاستقبال ذلو دعم واني تغين قي الشيخ الحاج المهدي. مباشرة الإخوان قوم ننطلق إلى غوذران إلى الجبل الأخضر باش نكمل توغنكا يجن الزيارة الحاج المهدي يجن الزيارة غا مجلس قان غا القيادة هو أنا سيكا يجن الاستقبال كناس ديال الجماعة المجلس القروي غا الرئيس المنتخبين المجتمع المدني. هو أنا سيرخو غنقعد غا الجبل الأخضر غا أسرع قراهما رابع. نتوجه صوب يعني الموقع الامام التيزي مباشره غوري امام التيزي غادي ندير الاستقبال النغني عاود الحاج المهدي البشيري. نرقى نهار قناصر عنصاف 7/7/2023 انتو غادي يجي الجو خام وشمس باش غادي يسرع وين طاس ما مخيقة. اقوم السيارة يعني العربة غادي يدينا غادي يدير الحاج المهدي البشيري هو انا غوميك كنزيش الاستقبال ديال القيادة البريسيدال من طرف السيد القائد مشكورا هو ناس يجي الاستقبال كنس من طرف المجلس الجماعة البريسيدال الجبل وعلى رأسهم السيد الرئيس المنتخبين النواب الأعوان الأطر المجتمع المدني عامة. يجي الاستقبال خرج المارة منايا على الأقل ناس سمات ناريج جزء زي العادات والتقاليد تغيتك المجتمع لابن سيدان. مع الأسف الشديد الطاس من العادات والتقاليد يعني اختفت زي مجلس قان زي الميدان زي المنطقة قلعية يعني بصفة عامة. وما يتسقسي يد سواء تسري مجال الاخوان يقارن جو دمشق تمسى العادات والتقاليد ديال النظافه عندي وقعات تجي للانتظار
لا مثيل له ذي منطقة قلعية ولا مناطق الريف عامة. ما مش غير خسرت كاع عمر شوا الله يمسلغ يعني خويا اتصل عادة وربما قي من درست اليوان مجدون دي قاع وما ينجو دي ممكن الهجرة تلاقي شنو الدور ضم قران ذي العادة في اختفاء العادات والتقاليد تغا تكين الأجداد مجلس قان دي بني سيدال باش تفذ مجموعة يعني من الحفلات الأعراس الحيش تازن الحوايج ذي الموسم الفلاحي انطلاق الموسم الفلاحي نهاية الموسم الفلاحي ذي ثياز ذي الصيف ذي الحصاد يعني وانكشا ما مش تغا يعني الانتظار العديد من العادات والتقاليد يتغازي يتميز سكان المنطقة مع الأسف الشديد أنه يوقع سنت يجل الانتظار جزئي ولكن ما يميوضن وتفكارين يعني وهذا يسوالو من هذا المديار العادة التقاليد يتغى نمشى عمر معلش سنع قروه من زحيمة ندري كسي مليح قوم الوفد ليس السلطة المحلية ليس المجلس الجماعة بني سيدار الجبل ليس المنتخبين فعالية المجتمع المدني وقناة فريق قناة الدماري في تغطى مجلس قناة الحدث الهام ونتا يعني تفذ يحرك شوية يحرك يعني شوية المجتمع لأنه العادة ثانية تغى وفق إنشاء نهارا قد الورد بحول الله نتمنى مستقبلا مرة يعني الأحداث يعني العظيمة شنو الحيش مواسم الحيش يعني الأعراس الحفلات الصدقات يخسر الدولة تمارس العادات تغتك نيولان منذ زمن بعيد مع الأسف الشديد مجدو مني اختفت العادة ثينا لسبب أو لآخر يعني ولا أعتقد أنه الهجرة يجعل أنه يوذن تسمح عندي مجلس قان تسمح عندي في العادات والتقاليد السنية وغاسن يتغواصن يعني ما توارثوها عن أجدادهم وآبائهم المناطق القلعية وبالخصوص ذي بني سيد هارم الإخوان صميد العوين تصميد تصمد مخيخ خرجت سبتهم واخي سبح
ها من حشانس اخش خيو الدرحل قدامه تسجم خاص ايوا تقعد حتى هذه القياده ديال الجمال غزاف حسن محمد غزاف لا لا وين نيشان واه الو سي عبد اللطيف ولا واش نعطيك التليفون ديال ظالم كيفاش والو كان عيط له انا راني في واحد الثلاث ايام انا وقف واحد الفيديو غادي نتصل به